المؤمن تعامله يختلف عن غير المؤمن. المؤمن تعامله مع الله وطرفه هو الله. إذا تعاملتم مع عمر انتو لا تعملون لعمر وإنما تعملون مع عمر. اكو فرق فيما بين المفهوم. هسه هذا الطرف ما تشكر منكم عجيب هاي العقد النفسية منين تبدأ هذه الحزازات الاجتماعية منين تبدأ أنا عشرين عام دا أخدم هذا الرجل موقف واحد ما وقف لي أنت عملت لهذا أو عملت مع هذا ياهو منهم الطرف هو الله والمؤمن نظره الى الله سبحانه وتعالى الاخرين تشكروا من ما تشكروا من قدروا ما قدروا ردوا عليه بالمثل ما ردوا عليه بالمثل هذه الاشياء يجب هذه مشكله ولكنها ممكنه هذه العملية عملية مشكلة هذه التوقعات واحد يلقيها من قلب لا نريد منكم جزاء ولا شكورا حتى شكر أكو بعض الأفراد ما يتشكرون أب ما يتشكر من ابنه بعض الأفراد عندهم هذه الطبيعة تخدمه شكرا ما يقول لك طبعا هذا خطا من الطرف ولكن انت لا تتوقع من الطرف الذي تخدمه حتى الشكر يعني مو انه تقطع وياه حتى ما تتوقع في قلبك لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الامام امير المؤمنين صلوات الله عليه قال لابي ذر يا ابا ذر انك غضبت لله فارجو من غضبت له الرجاء يجب ان يكون هو الله